السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس. الكليات الخاصة وأسعارها النار النار. طبعا أنا منزل فيديو عن الجامعات السودانية، وإن شاء الله يبقى فيه فيديوهات تانية للجامعات السودانية. اللي عاوز يلتحق بيها يبعت لي على الواتس، وفي نفس الوقت هبعت لكم موجود على تطبيق أجيال أندلس كل حاجة أنت عاوزها عن الجامعات السودانية. لكن النهاردة هنتكلم عن الجامعات الخاصة مع بدء طبعا موسم تنسيق العام الجامعي 2020-2021. الجامعات الخاصة بدأت في إعلان أسعار الالتحاق بالكليات في الجامعات الخاصة، وهنشوف القائمة بأسعار الالتحاق بالكليات في الجامعات الخاصة. أول حاجة عندنا الأسعار من 90,000 جماعة إلى 180,000 جنيه. مثلا كلية طب الأسنان من 85,000 إلى 180,000. كلية الصيدلة من 65,000 إلى 105,000. كلية العلاج الطبيعي 45,000 ل 70,000. كلية التمريض 20,000 ل 40,000. كلية الهندسة 55,000 ل 125,000. كلية الإعلام من 40,000 إلى 114,000. كلية علوم الحاسب من 30,000 إلى 97,000. يعني حاجة ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجة كده تخض. يعني ما يبقى طب الأسنان، كلية طب الأسنان مثلا في الجامعات الخاصة لعام 2020 من 85,000 ل 180,000، وكلية الصيدلة من 65,000 ل 105,000، العلاج الطبيعي من 45,000 ل 70,000. حاجات برضو تخض بصراحه، يعني حاجه ربنا يا رب يكتب لاولادنا الجامعات الحكوميه، لان الجامعات الخاصه برضو حاجه يعني تقيله قوي 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 على اولياء الامور وعلى الناس كلها. يعني دي حاجات ربنا يعديها على خير بس على اولادنا، ويعديها التنسيق يكون كويس. واحنا بنطالب الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبد الغفار وكل من هو مسؤول عن التعليم او كل مسؤول عن التنسيق يخف التنسيق شويه عشان خاطر اولادنا، والريس طالب بتخفيض التنسيق في الجامعات الجديده. فانتظرونا في كل جديد، واكيد على قناتكم قناه اجيال اندلس، وهسيب لكم برضو رابط الجامعات السودانيه اسفل الفيديو بحيث لو عاوز تطلع عليها راسلني اول باول، وربنا يكتب لكم الخير ان شاء الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس، في امان الله.